كشف تقرير نشرته وكالة رويترز عن تأثر قطاعات عريضة من المصريين من تفاقم موجة غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، وتعرضهم لما أسمته صدمات اقتصادية متكررة ألقت بظلالها على قدراتهم الشرائية، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم. وأضاف التقرير أنه إلى جانب أزمة النقد الأجنبي، كشف هذا التضخم عن الضعف الاقتصادي الذي طالما دعمه مقرضون دوليون وحلفاء خليجيون يرون في مصر ركيزة أساسية للأمن الإقليمي. وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تقول إنها تبذل ما في وسعها للسيطرة على الأسعار وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وكثيرا ما تلقي باللوم في الضغوط الحالية على عوامل خارجية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وكانت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي قد تراجعت لتتواصل أزمة النقد الأجنبي والتضخم بوتيرة متسارعة، ما أضعف القدرة الشرائية وتدهور الحالة المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية للمصريين، حيث وصل سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك إلى 29.80 قرش جنيه للشراء و29 جنيه و90 قرشا للبيع. الوضع اتغير كتير كتير خالص. الوضع اتغير بدل ما انت كنت بتجي كيلو اللحمه ب 100 جنيه ولا ب 80 جنيه، النهارده ب 200 جنيه. خدت بالك؟ بتصحي من النوم انت بتفكري هتعملي ايه والمخ يبقى متشتت. خدتي بالك؟ كيلو البصل وصل 10 جنيه. بتطلع المعاش دلوقتي، معاش يعمل ايه؟ انا كنت شغال حلو، يلا العيال يطلعوا عايزين شرب، عايزين غداء وعايشين حلو. تودع عيل مدرسه واولاد بنتي يجوا هنا، يعني ما تصرفيش تعريف، انا ام عيل تعب عيل بتاع. من دلوقتي الوضع اختلف، انا مش عايز العيله تجيلي. صحيح بتمشيها، نقول الحمد لله. من ساعة ما بدأت أعمل في العمل الخيري ده أصعب وقت بيعدي علينا بسبب التراجع الكبير في حجم التبرعات اللي بيصاحبه ارتفاع كبير في أسعار المنتجات اللي بنشتغل بيها في أنشطتنا المختلفة. كمان أصبح في أسر بتنتمي لطبقات كانت إلى حد ما مستورة بل حتى متبرعين انضمت لقائمة المساعدات أو المحتاجين، وخصوصا لو هم بيتعرضوا لحادث مفاجئ زي عملية أو زي حادث أو زيادة في مصاريفهم لأي حاجة ممكنة. ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة دكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وينضم إلينا كذلك عبر الإنترنت من ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيد مصطفى من ميشيغان. وكما طرحته رويترز سؤال، كيف يتعامل المصريون مع هذه الأزمة الحالية، الأزمة الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم المعيشية كما تابعنا في هذا التقرير؟ اولا دعيني ارحب بالدكتور وائل وبكل الساده المشاهدين في العالم العربي يا استاذه. والحقيقه يعني التعامل للاسف الشديد المصري اصبح هو الطرف الاضعف في العلاقه الان. العلاقه للاسف الشديد الحكومه نتيجه السياسات الخاطئه او الفاشله التي اتبعتها، سواء سياسات التصنيع بعدم وجود قواعد إنتاجية وسياسات النقدية من رفع أسعار الفايدة، وإن أنت عندك كمية طباعة نقود ليست بالقليلة في مصر أدى إلى غلاء في الأسعار، غلاء فاحش. والحكومة بتقول إن التضخم 21.5%، التقديرات مش أقل من 80% تضخم في مصر. هذا الغلاء للأسف الشديد يا أستاذة أكل القوة الشرائية للمواطنين، دفع الطبقة المتوسطة كلها إلى التدهور. غلاء الأسعار أدى إلى انخفاض حتى رواتب الموظفين، ناهيك عن أصحاب المعاشات وكبار السن. كل هذه الطبقات تدهورت حالتها الاقتصادية، وللأسف الشديد ليس من المنظور القريب أن يحدث تحسن في مستوى معيشة الناس طالما أن الحكومة تصم أذنيها ولا تريد أن تستمع للحلول الاقتصادية المقترحة من الاقتصاديين، من أنك أنت تفتح أفاق الإنتاج وتوسع الفرص أمام المواطنين وتتيح أمامهم الاختيارات وتوسعها أمامهم بحيث أنه يستطيع أن ينتج ويزود دخله. إنما إذا الحكومة ظلت على هذا المسعى للأسف الشديد ما نراه الآن من ارتفاع في سعر الدولار، ارتفاع غير مسبوق لم يحدث في تاريخ مصر كلها، أن العملة تنهار بمثل هذا الانهيار،
سنفاجأ أيضا وبعد في المدى المتوسط ارتفاع آخر للدولار، وللأسف سيكون هناك تدهور حاد جدا في المستوى المعيشي، خاصة للطبقات الفقيرة. الطبقات الفقيرة والطبقة المتوسطة أيضا للأسف مستواها سيهبط كثيرا نتيجة عدم حتى دور الحكومة المفروض تخفف من الأزمة أنها ترفع مستويات الأجور، لكن الحكومة أيضا الحقيقة أصبحت في حلقة مفرغة لا تستطيع أنها تدافع عن الفقراء أو متوسط الحال في مصر. طيب دكتور مصطفى أو سيد مصطفى ابقى معي واسمح لي بأن أخذ هذا الجزء الأخير المتعلق بدور الحكومة وما الذي يمكن أن تفعل، وإن كان هناك ما يمكن أن تفعل الحكومة، وأعود به للدكتور وائل نحاس. دكتور وائل، ليست رويترز فقط، رويترز، وول ستريت جورنال، دي اكونومست، اغلب الصحف الاجنبيه كتبت الكثير خلال الشهر الماضي فقط عن معاناه المصريين التي تتعلق بالغذاء، ناهيك عن بقيه الامور الاخرى. وهنا ياتي سؤال متعلق به، هل يمكن فعلا للحكومه ان ترفع عن هذا المواطن هذه المعاناه؟ هل لديها ما تفعله وهي تدخره لوقت اخر؟ في البداية تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتور مصطفى والسادة المشاهدين. أولا عشان نوضح الموضوع بتفاصيله المهمة جدا، أنا بلوم برضو على هذه المؤسسات العالمية حتى في التصريحات بتاعتها، هي دي اللي سندت الحكومة برغم إن إحنا كنا بننتقد عملية الاقتراض اللي كانت بتقوم بها الدولة المصرية. مؤسسات دولية كبيرة جدا، مؤسسات تصنيف، كانت بتقول وتشكر وتمدح في خطة الإصلاح الاقتصادي اللي قامت بها الحكومة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. تمام، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الحكومة الآن بتطلع عليها كل يوم بتصريحات مختلفة. آخر تصريح لمجلس الوزراء بيقول إحنا عندنا خطة سرية. أنا مش عارف يعني إيه خطة سرية النهاردة اللي هعالج بيها الأصول كلها أو المشاكل بتاعت المصريين. هل النهاردة الخطة السرية دي تهم المستثمر ولا تهم المواطن ولا تهم النهاردة المؤسسات الدولية أو المستثمر الأجنبي ولا جزء من بيع أصول الدولة؟ إحنا مش عارفين النهاردة. أنا عايز أوضح لحضرتك حاجة مهمة جدا، ودكتور مصطفى أستاذنا وعارف الكلام ده كله، إن الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما ترفع سعر الفايدة في عام 21 في سبتمبر بالأخص 21 قالت أنا هرفع في الربع الأول 220 سعر الفايدة وهاخد إجراءات بتاعتي كذا وكذا وكذا وكذا. يعني أكبر اقتصاد في العالم بيفصح ما هي الخطط، ليه؟ عشان كافة المواطنين والمستثمرين والأجانب ياخدوا الإجراءات الاحترازية بتاعتهم اللي يقدروا يحافظوا بيهم على استثماراتهم او دخولهم او حتى معيشتهم او شبه ذلك. انما احنا هنا في مصر بنيجي نقول والله اصل احنا عندنا خطه سريه، خطه مش هنفصح عنها في الوقت الحالي، وكان اصبح النهارده المواطن المصري هو العدو لخطه الحكومه، او هو النهارده بالفعل اللي بيفشل هذه الخطه الناجحه في الاصلاح الاقتصادي. انا بلوم على الحكومه بالتصريحات دي، وبلوم على المؤسسه الدوليه هي اللي وصلتنا بمسنداتها للحكومه في كافه اعمال الاصلاح الاقتصادي لهذه المرحله اللي احنا وصلنا لها، وكان بالفعل كاننا في 67 او في هزيمه او في نكسه اقتصاديه تمر بها الدوله المصريه. واكد من حضرتك، سمعت عديد من التصريحات ان احنا في حرب الجيل الرابع الاعلاميه، حرب الجيل الخامس الاعلاميه. انا بتكلم النهارده ان احنا في هزيمه اعلاميه النهارده عشان نوصل لهذه المرحله المصريه. نيجي نلاقي اعلاميين يرفعوا سقف المواطن المصري الى سابع دور، واعلاميين مره اخرى ينزلوا بالسقف هذه الطموحات المواطنين المصريين للاول دور. يعني احنا بنتكلم المواطن المصري النهارده عمال معرض لهزات عنيفه سواء نفسيه او اجتماعيه او اقتصاديه. كل اللي بيمر بيه المواطن المصري النهارده حتى ما بيدفعه مش لاقي خدمات، ولا لاقي خدمه في الصحه، ولا لاقي خدمه في التعليم، ولا لاقي خدمه في الغذاء، ولا اي حاجه خالص. فعشان كده بنيجي نتكلم، احنا حكومه بنعاكوا، احنا بنساعدكوا، احنا مش ضدكوا. انا المواطن المصري اللي بتحمل كافه الاعباء الاقتصاديه، وسواء اذا كان فيها سلبيات او فيها ايجابيات، ما شفتش اي حد النهارده من المسؤولين ولا حتى حكومه تحملت اي جزء من هذه الخسائر. احنا وصلنا لمرحله صعبه، المواطن عايش بكرامه 85% من دخله داخل الدوله المصريه. مش عايز اقول لحضرتك النهارده بنتكلم على الاكل والشرب، لا، انا هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. اتفرجي على الايجار داخل الدوله المصريه بعد حتى قرار تم ايقاف النهارده قرار المباني. اصبح النهارده المواطن المصري مش لاقي مكان الفتره الجايه للسكن نتيجه ارتفاعات الشهيه لاسعار الايجار، بخلاف عندنا اخوه سودانيين واخوه يمنيين بالفعل بيحلوا مكان المصريين اللي هم اللي معاهم الاموال. فاحنا النهارده في مع الاسف في مأزق كبير جدا، والمخاطر الكلام ده اللي احنا بنتكلم عليها. شفنا تصريحات من بعض الدول الصديقه والشقيقه النهارده بتلوم على الدوله المصريه الاسلوب اللي هي بالفعل اخذته في عمليه الاصلاح الاقتصادي او مشابه ذلك. احنا بنتكلم الموقف بقى صعب جدا، واعتقد ان الحكومه لازم تتفاهم مع المواطن المصري، مع المستثمر المصري. لازم نرجع يا جماعه جسر الثقه. ما فيش النهارده جسر ثقه ولا ما بين المواطن ولا ما بين الحكومه، ولا ما بين المستثمر ولا ما بين الحكومه، ولا حتى ما بين المواطن والمستثمر. كلنا قاعدين في فراغ بالفعل عمالين بنلف فيه، هو عدم وجود ثقه بين الجميع.
بشوف تصريحات الحكومه عن الاسعار وتوفير السلع وخروج كل شيء من الموانئ وجلاء في السوق. طيب يعني دكتور وائل، كان هناك وقت كانت فيه ثقه كبيره سواء من المواطن المصري في القرارات التي تتخذ من جانب الحكومه، و يعني قدرتها على تصحيح أوضاع الاقتصاد المصري وحلحلة هذه الأزمة، سواء من الدول الصديقة التي تتحدث بشأنها، سواء حتى من المؤسسات الدولية. الوصول إلى هذه النقطة التي تنعدم فيها الثقة، صندوق النقد يخرج شروط الاتفاق مع مصر وكأنه ينشر غسيلا، دول أخرى تقرر إعلان أننا لن ندفع إلى مصر أموالا ما لم يكن هناك إصلاحا حقيقيا بشروط واضحة وتصريحات معلنة، المواطن لم يعد يعلم أين يذهب. هناك إجراءات يتم القول بأنها تتخذ الآن، هل هذه الإجراءات كفيلة برفع مرة أخرى وصراحة الحديث عن المواطن الذي يعاني ليشتري الحليب ليشتري طعام يومه هو وأطفال، هل هناك في هذه الإجراءات ما يساعد هذا المواطن؟ أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا بقى عشان تبقى واضحة ونتكلم بمنتهى الصراحة، لأن إحنا في أزمة لازم الصراحة فيها تبقى لازم متوفرة للجميع. أولاً المواطن كان مخدر داخل الدولة المصرية نتيجة الإعلام اللي هو رفع سقف الطموحات دي كلها، وإحنا في فترة الإنجازات، وكنا لما بيجي ناخد قرض كنا بنحتفل بهذا القرض ووصول القرض وإن ده قوة الاقتصاد المصري إن أنا قدرت أحصل على هذه القروض، وكأن القروض بالفعل هي كانت أسلوب النجاة للدولة المصرية وهي طموحات النهاردة الحكومة المصرية إنها تاخد القرض ده، بخلاف الأموال الساخنة اللي قعدنا نغني لها ونمدح فيها ونشكر فيها اللي هي خرجت وورطتنا هذه الدولة. اوضح لك حاجه مهمه جدا، ان الكورونا اللي الدوله بتقول هي دي سبب الازمه الاقتصاديه في مصر وحرب الاوكرانيه، انا باكد لحضرتك ان الكورونا هي اللي انقذت النهارده الاقتصاد المصري في عام 21 وعام 22. كميه النهارده القروض اللي اخذتها الدوله من صندوق النقد او بعض المانحين ومش ذلك هي اللي انقذت الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري كان بيعاني في اواخر 2019، فجت الكورونا انقذت الاقتصاد المصري عن طريق فتح باب القروض وما شابه ذلك. بخلاف 22 النهارده بنتكلم على اعلى معدلات للموارد الدوله المصريه، سواء النهارده الصادرات زي ما صرحنا 53 مليار و9 من 10، سواء النهارده في تحويلات المصريين، سواء في قناه السويس، كل ما هو النهارده يخص النهارده الدوله المصريه من الاقتصاد بالفعل النهارده احنا في اعلى قمه فيه، يبقى الحرب الاوكرانيه لم تؤثر عليه بالسلب، ولو كلمنا النهارده اللي اتحمله الاقتصاد المصري من الحرب الاوكرانيه قرابه 10 مليار دولار فقط لا غير، اللي هو موجود في الوقود وبعض السلع زي القمح وما شابه ذلك من بعض السلع. طب دكتور وائل، يعني بما انك طرحت هذه النقطه فاسمح لي بالذهاب الى الخبير الاقتصادي ايضا سيد مصطفى شاهين، يعني الكورونا كان يتحدث عنها دكتور وائل، وسيد مصطفى هناك دائما ادعاء بان مصر تعاني بسبب الازمه الاقتصاديه العالميه، وهناك جانب من الحق في ذلك حيث اننا نرى معاناه اقتصاديه تعانيها حتى الدول الاوروبيه واجراءات تتخذ على مستوى العالم، الا يمكن ان تكون مصر هي الاخرى يعني تدفع الثمن لهذه الازمه؟ أستاذتنا الكريمة، أنا أحب إن احنا نشخص تشخيص صح حتى نصل إلى الحل الصح. مصر عومت الجنيه في 2016 ولم يكن فيه لا حرب أوكرانية ولا حرب روسية ولا كان عندنا كورونا. وإذا احنا استسلمنا لهذا التحليل السهل إن الكورونا والحرب الأوكرانية هي السبب، فاحنا حقيقة بنضع رأسنا في الرمل. المشكلة الحقيقية يا أستاذة معروفة وواضحة تماما لنا، إن الدولة هيكلها الإنتاجي المتمثل في القطاعات الأساسية من الصناعة والزراعة والخدمات فيها تدهور حاد جدا، وشايفين الدولة كل يوم بتبيع شركة من الشركات، والشركة اللي بتتباع للأسف ما بتقومش بدورها أو ما بيحلش محلها شركة أخرى. فأنت عندك الآن واخد قرار زي ما الدكتور وائل تفضل مشكورا قال لك واقف الرخص المباني لمدة 10 سنين. أنا عندي راجل نجار وعندي راجل كهربائي وعندي راجل سباق، عندي ناس كتيرة جدا في قطاع الإنشاءات قاعد في البيت مش لاقي شغل، وعنده أسرة وعنده أولاد. عندك قطاعات إنتاجية في الزراعة، عندك عجز في الزراعة، أنت أكبر دولة في العالم في استيراد القمح يا أستاذة. فاللي أنا عايز أقوله، أكبر دولة في استيراد القمح من قبل الكورونا ومن قبل الحرب الأوكرانية الروسية. فأنا مش حابب الناس تستسهل التحليلات الإعلامية الفاسدة الكاذبة التي تغرق البلد في وحل من الفساد والدمار الآن، لأن أنا يهمني جدا أن البلد يطلع حالها كويس. يهمني كويس أوي أنك تعرف أن المشكلة جواك أنت، أن المشكلة جواك أن ابنك مش لاقي فرصة شغل، عايز يلاقي فرصة شغل، عايز ابن ده يروح يلاقي له قطعة أرض يا أستاذة، مش رايح أشتري لي شقة بمليون جنيه وبمليون ونص يعني جنيه صراحة. شاب خير أستاذ مصطفى، يعني إذا نعم؟ كان صراحة إذا كان التشخيص المعلن في وسائل الإعلام هو تشخيص خاطئ،
والقرارات المتخذة لا تراعي المواطن ولا تراعي أو لا توجد خطة معلنة. أضيف كان يقول قبل قليل دكتور وائل كان يقول إن الخط ما تحدثت به الوزارة أن هناك خطة سرية لإنقاذ الأوضاع. يعني أين يجب أن يذهب هذا المواطن؟ كيف يجب أن يتعامل مع هذه الأزمة الضاغطة التي لا يبدو لا أن الحكومة تقدم له حلا ولا تقدم له دعما؟ للأسف يا أستاذة إحنا عملنا مؤتمر اقتصادي في 81، عملنا مؤتمر من قرابة 40 سنة ووضع حلول وأطر للإصلاح الاقتصادي واتكلمنا في ده كله، بس الحكومة يا أستاذة مش عايزة تسمع. الحكومة للأسف الشديد في وضع مزري، والمواطن هيكون هو محصلة لهذه النتائج. احنا ما عمرناش كنا نحلم يا أستاذة ان قرص الطعمية الناس بعتالي بتقول بجنيه، وده أكل الراجل الفقير كل يوم الصبح. فالراجل الفقير اللي بيقول لي انا بصرف 40 جنيه على الفطار بتاعي ولا 50 جنيه، واللي يقول لي 5000 جنيه ما بتقضينيش في الشهر، والمرتبات الحد الادنى الاجور 3000 جنيه للشهر في مصر. فاذا كان 3000 جنيه ومش مقضي واصبح المواطن تحت خط الفقر، يبقى انت الان بتدمري في هذا المواطن، انت بتجعلي هذا المواطن ناقم على كل الاوضاع في البلد. في مقابل تاني شايف دوله رايحه تشتري طياره بنص مليار دولار وعماله تقول احنا بنبني اكبر عاصمه اداريه في العالم واكبر مسجد في العالم. انا مش عايز اكرر الكلام، لكن المواطن زي ما الدكتور وائل تفضل قال يا اولاد احنا لازم يكون في ثقه بين المواطن وبين الدوله. يعني ايه انت بتعمل خطه سريه؟ ما هو احنا بنقول لكم الف ب اقتصاد انك تزود الانتاج وتقلل الاستهلاك وتعمل فائض في عندك في ميزان المدفوعات بتاعك. الحزبه مش حزبه سريه، الحزبه بسيطه جدا. السؤال دلوقتي انا الراجل المواطن المصري اللي عايش في اسيوط او عايش في السويس او عايش في بورسعيد نفسه في مصنع جنبه يودي ابنه يشتغل، الولد اللي اتخرج عايز الاقي له فرصه شغل، ونفسي ان انا الاقي له شقه بسيطه جدا بسعر من المرتب اللي بياخده 5000 جنيه يروح يدفع اقساط يشتري شقه ويتجوز زي ما احنا واحنا اولاد صغيرين اول ما اتخرجنا لقينا شغل، المرتبات كانت قليله صحيح بس كنا نقدر نتجوز. انما انا اقول للشاب ازاي يجيب شقه بمليون جنيه يا استاذه؟ ازاي اقول له روح عشان ادفع مليون جنيه هدفعهم منين؟ لازم ابويا بقى يبيع ارضه، لازم ابويا بقى كان شغال في الخليج يحول كل فلوسه للبلد. لما تتعاطى مع الأسباب الحقيقية للأزمة هتوصل الحل. إنما إذا احنا أدمننا الكذب وإن احنا نقعد نكذب على حالنا إن والله المشكلة بتاعتنا الأساسية في الحرب الروسية الأوكرانية والكورونا هي السبب، أنا أتفق في بعض الأسباب إن الحرب يعني والكورونا أثروا على وقت السياحة. سيد مصطفى، وعندما تقول عندما ندرك الأسباب الحقيقية للأزمة نستطيع أن نقدم الحل، اسمح لي بالذهاب مرة أخرى إلى دكتور وائل النحاس. دكتور وائل، مصر ذهبت إلى صندوق النقد الدولي عام 2016، واحد من أهم مهام الصندوق هو أن يحلل ويشخص الأزمة بشكل حقيقي وواقعي ويقدم للدولة التي تطلب منه الدعم والشراكة الحلول لهذه الأزمة. لماذا لم تنجح حلول الصندوق في حلحلة أزمة الاقتصاد المصري؟ صندوق عمره نجح طول تاريخه أصلا في عملية إصلاح الاقتصاد. احنا بنتكلم على حاجة مهمة جدا، الصندوق في 2016 دخل عشان يحاول يقف جنب الدولة المصرية بخطة الإصلاح الاقتصادي المزعوم إبرامها واتفاق ما بين الطرفين، ولكن عايز أقول لحضرتك النهاردة الصندوق داخل الدولة المصرية بمبلغ زهيد جدا 3 مليار وكمان بكام 750 مليون كل سنة مدة 4 سنين. أنا في وجهة نظري ده داخل يأمن الأرصدة الدائنة للمقرضين داخل الدولة المصرية. هو النهاردة مش هدفه النهاردة الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية ولا أي حاجة خالص، بدليل مبالغ ضئيلة جدا واخد بالك. انما اللي يهم النهارده الصندوق يامن الارصده الدائنه لاصحاب الدين ده عشان يقدر يخرجهم، فبالتالي كان ضاغط على دول الخليج لتاجيل كشرط ابتدائي كافه الودائع لحتى نهايه 26 عشان ما يجيش دول الخليج النهارده تسحب اموالها يحصل دروب مره واحده للاقتصاد المصري. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا وحضرتك اثرتيها ودكتور مصطفى قالها ودي مهمه جدا، عايزه تعالجي صح لابد من الدوله المصريه ان تفصح عن اقتصاد الظل. اقتصاد الظل النهارده هو اللي احنا مش عارفينه، لما بيجي اي مشروع نيجي نخش يقول لك ده بره الموازنه، لما يجي يبقى في مديونيه ووقاء وقروض ومش يبقى جوه الموازنه، طب احنا مش عارفين ايه اللي جوه الموازنه وايه اللي بره الموازنه. هل النهارده ما تم الاقتراض دي ال 155 مليار دولار خارجيا والديون المحليه النهارده هل هي بالفعل لا يخص ما خارج الموازنه ولا لا يخص ما جوه الموازنه؟
ازاي انا بقدر اقيم النهارده الناتج المحلي بتاعي وانا عندي كل حاجه كنت ابتديتها بره الموازنه وبعد كده برجع حاملها تاني جوه الموازنه؟ طب الحكومه اللي بتاخد مرتباتها واجورها ومصاريفها وانتقالاتها وبدلاتها اللي بتروح تخدم على مشروعات بره الموازنه وبتعطل ما هو داخل الموازنة الوطني المصري. عايز اتكلم النهارده يا جماعه، الصحه والاقتصاد الظل، الصندوق النقد لما بيجي يتكلم يجي يقول لك ايه؟ بعد المؤسسات تخرج من جوه. طب خرجت المؤسسات، طب يا جماعه الكاتش اللي هتلم من السوق ده مجرد بموجب خروج هذه المؤسسات ده هيجفف السيوله اكتر واكتر من الشارع المصري. احنا يا جماعه بنفكر ازاي والصندوق ده بيفكر ازاي؟ انا شايف الصندوق بيورطني اكتر وبيغرزني اكتر. هطرح شركات النهارده المؤسسات النهارده في قلب البورصه المصريه، سحبت السيوله وجففتها لصالح مين بقى؟ نعم دكتور وائل، ولكن عندما يعني تحدثنا الى مسؤول صندوق في الشرق الاوسط وهو وزير ماليه سابق في لبنان، يعني شرح هذه النقطه وتحدث عن ما اسميته انت باقتصاد الظل، وهو قال ان اقتصاد المؤسسه العسكريه، وقال ان ربما خروج هذا الاقتصاد من الاقتصاد المصري ومن هيكل الاقتصاد المصري يعطي ويمنح الفرصة للاقتصاد الاستثمارات الخاصة والنمو والتنمية أيضا، وبالإضافة إلى مسألة الإفصاح. يعني هذا واحد من المطالب الرئيسة التي وضعها الصندوق ونشرها، وهناك من يقول إن ذلك واحد من أهم النقاط التي تحتاجها مصر أيضا. لا أنا ما أقصدش إن اقتصاد المؤسسات العسكرية فقط هو اقتصاد الظل، ودليل على كده إن إحنا اتفاجئنا إن في هيئة المجتمع العمرانية هناك مبالغ بيتم استقطاعها النهارده في صندوق خاص، وما عرفناش إلا بعد كده. شفنا هيئة قناة السويس هناك مبالغ بيتم استقطاعها منذ فترة قبل إصدار القانون، يعني إحنا بنتكلم النهارده في اقتصاد ظل للدولة المصرية، من هو يراقب هذا الاقتصاد؟ محدش عارف، تمام؟ طب بنتكلم النهارده لما الدولة وفرت ال 10 مليار دولار، وفرتهم منين؟ محدش عارف. بنطلب الإفصاح يقول لك أصل إحنا عندنا خطة سريعة مش هنفصح عنها، يعني طب أنت عايز تعالج إيه بقى؟ انا النهارده مستني ان انا اعالج هذا الاقتصاد، وجايب النهارده الاخوه العرب والمستثمرين الاجانب عشان يخشوا يعالجوا معايا هذا الاقتصاد، وهبيع النهارده جزء كبير جدا من هذه المؤسسات. المبالغ دي، الحصيله دي اللي هتتسحب من السوق المصري وهتتسحب من كافه المستثمرين الافراد داخل الدوله المصريه، سواء من خلال البورصه او عن طريق البيع المباشر او ما شابه ذلك، هتروح لمين؟ الاقتصاد الغير رسمي او اقتصاد الظل، ولا هتروح للاقتصاد الرسمي داخل موازنه العمل الدوله؟ معنى لو طرحت النهارده المؤسسات دي داخل السوق يبقى بالتالي حصل تكفيف للسيوله، مع خلي بالنا بقى ان انا في مارس اللي جاي كان عندي 750 مليار دولار، دي مليار جنيه، ده تقريبا شهادات في مارس الماضي حتى مارس القادم، وعليهم فوائد 18%، يعني بنتكلم سيتم تقريبا وجود قرابه حوالي 890 مليار جنيه داخل الشارع المصري في شهر مارس الجاي. عيش تضخم بقى، ايه الشيء ان انا النهارده جهزت له من دلوقتي عشان يستوعب كل الاموال العائده دي كلها مره واحده الى شهرين الاقتصاد المصري؟ ما جهزتش حاجه، شهاده قبلها النهارده عامله قرابه حوالي 350 مليار، العائد بتاعها 25% على اخر السنه، هيقابلني كمان 25% عائد قرابه حوالي 90 مليار جنيه، يعني احنا بنتكلم ان عندي حزمه ضخمه جدا من الارقام النهارده انا مش لاقي لها اوجه استخدامها لما تيجي ترجع تاني الاقتصاد المصري. فبعد كده المؤسسات دي لما يتم طرحها، هل المؤسسات دي هتستوعب كل السيوله ويتم تكفيفها من السوق وتبخرها من الاسواق عشان اقدر انمي السوق بتاعي ويبقى عندي النهارده معدلات نمو ومشروعات شغاله ويبقى عندي طلب وعندي عرض وعندي انتاج وعندي تصدير وما شابه ذلك ويتم ايداعها في هذه المؤسسات؟ طب النهارده قولوا لنا، فهمونا بتعملوا ايه عشان نقدر النهارده المستثمرين نخاطبهم حتى باللغه بتاعتهم، يا جماعه الدوله بتفكر في كذا. وقلت لحضرتك على سبيل المثال اقوى دوله في العالم امريكا قالت قبلها بست اشهر احنا هنعمل كذا كذا، اوروبا قبلها الصين، انما احنا في خطه سريه، وكان المواطن المصري والمستثمر المصري هم اكبر اعداء لكافه خطه الاصلاح داخل الدوله المصريه. طيب بما اننا نتحدث مره اخرى عن الثقه دكتور وائل، فاسمح لي بالعوده الى الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين مره اخرى. سيد مصطفى، يعني قلت قبل قليل انه يعني شيء من انه انتم قدمتم المقترحات او الخبراء والاقتصاديون قدموا المقترحات الكثيره للحكومه، والحكومة مش عاوزة تسمع، هذا نص كلامك يعني. وهنا سؤالي بعدما قاله دكتور وائل النحاس من شروحات كثيرة، الحكومة مش عاوزة تسمع ولا مش عارفة تسمع، مش قادرة تسمع، مقيدة؟ لماذا تبدو الحكومة وكأنها غير قادرة على تقديم حلول ناجعة لهذه الأزمة؟ شوفي بقى، سؤال حضرتك ده سؤال خطير جدا. كل جهاز اقتصادي يا أستاذة له دعائمه وله مؤسساته اللي بتخلينا ناخد القرار الصح. طالما ان انت ما عندكيش حرية سياسية في اي دولة، انا اطمنك تماما انك لن تصل الى القرار الاقتصادي السليم.
يعني مثال بسيط جدا، لو جينا قلنا، هديك مثال بسيط عشان الناس تستوعب اللي انا بقوله. لو جيت قلت لحضرتك ان العاصمه الاداريه الجديده دي الحكومه قالت قولي ناخد الحد الادنى هتكلفنا 40 مليار دولار. لو ال 40 مليار دولار دولت في برلمان او في مجلس الشعب بيراقب الحكومه، والحكومه دي ممثله من الناس، والناس بتشتكي للبرلمان ده او لاعضائه الممثلين، بيقولوا لهم والله انا عايز مصنع في قناه السويس، او عايز مصنع في اسيوط، او عايز مصنع في اسوان عشان استوعب العماله. كان ممكن جدا ترشيد القرار السياسي اللي انا عملت العاصمه الاداريه الجديده وخدت ال 40 مليار دولار وضخيت بهم مصانع على مستوى مصر، كنت وفرت فرص عمل، كنت زودت الانتاج، كنت زودت الصادرات، كنت خففت الضغط عن الجنيه، كنت رفعت قيمة الجنيه المصري. لكن انت بتسألي سؤال حيوي وخطير جدا للغاية. نحن نعلم طالما ان انت عندك نظام مغلق لا يستمع الى نفسه، هو بيسمعنا بس هو مين اللي بيحركه؟ قواه الذاتية، قوى المصالح والروابط الداخلية جوه النظام هي اللي بتخليه ياخد القرارات دي. احنا سمعنا الراجل بيقول له يا سيادة الرئيس انا عندي مشروع ان انا اوسع قناة السويس، صرف فيها قرابة 8 مليار دولار. قال له توكل على الله بين يوم وليلة، وقال له احنا صراحة طيب. احنا لا نستخدم دراسات طيب. بما اننا نتحدث عن مسألة القرار والخطط المطروحة لحل هذه الأوضاع، انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي السابق. دكتور فخري مرحبا بك، يعني كان من المفترض أن تكون معنا من بداية اللقاء حتى يكون النقاش يعني من كافة الاتجاهات، ولكن من الجيد أنك معنا الآن. وسؤالي إليك، هل هناك خطة واضحة لدى الحكومة المصرية ويمكن الإفصاح عنها لحل هذه الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري وخصوصا معاناة المواطن المصري؟ دعيني أقول لك أنه طبعا بداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام. فيما يتعلق بالطبع هناك خطة واضحة لمسار الاقتصاد المصري، وأيضا هناك موازنة واضحة للاقتصاد المصري، الاثنين مرتبطين ببعض. دعيني أقول لك أن مؤشرات الاقتصاد المصري عبر هذه الأزمات المتتالية، سواء ثورات الربيع العربي لمصر الحمد لله افتكت من هذا الفخ، ده نمرة واحد. الحاجة الثانية أزمة الأسواق الناشئة في سنة 18، 3 أزمة كورونا، 4 أزمة روسيا وأوكرانيا. هذه الأزمات المتتالية تحملها الاقتصاد المصري، وبنجد أنه مؤشرات الاقتصاد الكلي للاقتصاد المصري من خلال الخطط الواضحة والمسار الواضح للاقتصاد المصري، هذه الأزمات والصدمات تأتي إلينا من الخارج، وتداعياتها في هذه الحالة بتكون واضحة على كل اقتصادات العالم بما فيها الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية والصاعدة والدول الفقيرة أيضا. ولذلك بنجد أن الاقتصاد المصري عبر هذه الفترة العشر سنوات الماضية من سنة 2013 حتى الآن، احنا في 2023، الاقتصاد المصري بنجد متوسط معدلات النمو الحقيقية لم تقل عن 3.3%، بل بالعكس بنجد ان هي كانت اقصى ما وصلنا اليه 6.6% في العام الماضي. معناها بينما كانت هناك اقتصادات في العالم يعني من العالم النامي، انه كثير من الاقتصادات في العالم كانت معدلات النمو فيها بالسالب اثناء ازمه كورونا، الاقتصاد المصري ينمو معدل حقيقي موجب. الحاجة الثانية تتعلق بنسبة البطالة وقدرة الاقتصاد المصري على مزيد من التشغيل للقوى العاملة، وعشان كده نجد أن معدلات البطالة هبطت من 13.5% من قوة العمل كانت عاطلة في سنة 2013، النهاردة بنلاقيها 7.2% من قوة العمل في هذه الحالة. إذا انخفض معدلات البطالة إلى النصف. بنجد أيضا أنه العجز في الموازنة
كنسبة بالإجمالي الناتج المحلي كانت بلغت ما يقرب من 14% في 2013، النهاردة بنجد أنها تساوي 6.3%، يعني أقل من النص في هذه الحالة. الدين العام مصر لم تتخلف عن سداد دولار واحد من الدين الخارجي خلال هذه العشر سنوات، وتقوم مصر بالوفاء بالتزاماتها يعني بدقة، بحيث أنه نجد أن نسبة الدين الداخلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بلغت 34.5%، 35% من إجمالي الناتج المحلي، والنسبة الآمنة هي 30% إلى 50%، فهي قريبة من الحد الأدنى للنسبة الآمنة. كذلك احتياطي البنك المركزي في يعني بلغ كان قد بلغ 7.5 أشهر واردات لمصر، حتى في يعني في يعني أسوأ الأحوال مثل هذه الأيام أزمة روسيا وأوكرانيا، إن الاحتياطي البنك المركزي 34 مليار يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية 5.4 شهر واردات. كل هذه المؤشرات يعني تبين أن الاقتصاد المصري خلال مسيرة العشر سنوات من 2013 ل23 الاقتصاد المصري أساسياته سليمة، بمعنى أن قاعدة الإنتاجية متنوعة، هناك قطاع سلعي سواء كان زراعة وصناعة وتشييد وكهرباء، وقطاعات خدمية أو خدمية متنوعة في هذه الحالة. ده أول أساس. الأساس الثاني أن الاقتصاد المصري لديه 5 مصادر من النقد الأجنبي، ومصادر متنوعة سواء صادراتنا من السلع البترولية وغير البترولية، اللي الصندوق بيقول أن هذا العام إن هذه الصادرات سوف تزيد من 45 مليار العام الماضي إلى 50 مليار العام الحالي. أيضا فيما يتعلق تحولات أولادنا في الخارج، العام الماضي 32 مليار، الصندوق يرى أنها سوف تصل هذا العام إلى 34 مليار دولار. ثلاثة، السياحة، بنجد أنه السياحة كان العام الماضي 10.5 مليار دولار، الصندوق يرى أنها سوف تصل إلى 12 مليار دولار. واسمح لي بالمقاطعة في هذه النقطة، بما أننا نتحدث دكتور فخري، اسمح لي بمقاطعتك في هذه النقطة بما أننا نتحدث عن المؤشرات والأرقام. قبل أن نذهب إلى نقطة يعني هل ينعكس ذلك بشكل واضح على المواطن، يعني فقط دعني أتساءل معك. مصر ذهبت إلى صندوق النقد الدولي عام 2016 وكان لديها جملة من الأزمات داخل الاقتصاد المصري، وبمجرد انتهاء قرض الصندوق بعد أن كانت تحسنت الأرقام والمؤشرات وفق ما تتحدث بشأنه ووفق ما كان معلنا، عادت نفس الأزمات المعلنة مرة أخرى، وعادت نفس المشكلة، مشكلة الدولار، مشكلة التضخم، مشكلة ارتفاع الأسعار، نفس المشاكل موجودة. كيف يمكن أن نتحدث عن جودة المؤشرات إن لم ينعكس ذلك على المواطن؟ الإجابة بكل بساطة أنه الاقتصاد المصري عانى 3 سنوات من 2011 إلى 2013 ثورتين متتاليتين. تبعاتها في هذه الحالة، التبعات هي أنه الاقتصاد المصري يعني يكاد يكون قد توقف خلال 3 سنوات من 2011 إلى 2013. تداعياتها هي كانت في سنة لجأنا إلى صندوق النقد الدولي وضعنا برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي في سنة 16 بالتعاون مع صندوق النقد، ونمارس حقنا مع صندوق النقد الدولي لأن مصر دولة منشئة للصندوق، وبالتالي لنا حصة في الصندوق من الأموال. لجأنا إلى الصندوق في هذه الحالة، وضعنا برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي في سنة 16، وتم بنجاح هذا الاقتصاد، واستقرت المؤشرات الاقتصادي الكلي خلال سنة 16 إلى سنة 20. ثم جاءت أزمة كورونا، واجه الاقتصاد المصري ببرنامج ما يسمى مع الصندوق أيضا، لأنه حالة الإغلاق في العالم كله لأزمة كورونا، لجأت مصر مارست حقها مع صندوق النقد الدولي ببرنامج اسمه ستاند باي أرينجمنت، بمعنى آخر ترتيب التمويل التجهيزي لمدة 12 شهر، ونجح هذا وواجهت مصر أزمة كورونا. ثم جاءت أزمة روسيا وأوكرانيا، وخرج يعني في هذه الحالة لها تداعياتها الأخرى، وبالتالي بنجد بنواجهها بشجاعة، بأن احنا وضعنا برنامج للإصلاح الاقتصادي
والتصحيح الهيكلي. المره هذه المره انه في اصلاحات هيكليه، ان القطاع الخاص يلعب دور اكثر. طيب يعني دكتور فخري، واسمح لي بان اقول لك ان ضيفي قبل ان تنضم الينا فقط كان يقول ان هذه الاسباب المتعلقه بكورونا وبحرب روسيا على اوكرانيا ليست هي التي سببت هذه الازمه. واسمح لي بالذهاب الى دكتور وائل النحاس. دكتور وائل، دكتور فخري يقول ان مصر كانت تحقق مؤشرات جيده وان خطه الاصلاح الوطنيه كانت ناجعه، الا ان هناك ازمات خارجه عن اراده البلد هي التي اتت مره اخرى على ثمار هذا الاصلاح. والله دكتور فخري الكلام اللي بيقوله ده قاله في 2016 وقاله كذا مره قبل كده، وقال ان قيمه الجنيه ساعه التعاون الاولاني المفروض قيمه الحياه تقريبا 8 جنيه و9 جنيه وده مبالغ فيه. احنا سمعنا كلام كتير جدا سواء من اعضاء البرلمان او سواء من بعض الخبراء او حتى من الحكومه نفسها، انما انا عايز اوصل له حاجه واحده بس. لما اتقفل عليا سوق الدين ابتديت النهارده الجا لبيع الاصول وابتدي الجا لصندوق ثاني وبعض الدول الصديقه وشغل. عايز اقول له عمليه التاجيل لبعض الودائع داخل البنك المركزي كان هيفضل لنا حوالي 5 مليار فقط لا غير يا دكتور فخري. يا ريت يا جماعه نراعي الكلام دلوقتي لان ربنا هيحاسبنا على اللي بيحصل ده، ولازم نفهم حاجه كويسه جدا واخد بالك، ولازم نعلمها للشعب المصري. احنا اللي بينقذنا هو ربنا فعلا في الفترات دي. كل الخطط الاصلاح الاقتصادي اللي بنتكلم عليها قايمه على القروض، اي نسب ومؤشرات احصائيه عمالين بتطلع بقى بطاله ونمو ومش عارف كل الكلام ده كله، كل المؤشرات دي احصائيه ليس ليها اي قيمه من الواقع الحقيقي. عايز اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، انت كل شويه تلجئ لتخفيض قيمه الجنيه قبل ما ترجع للصندوق عشان تسدد الفواتير اللي عليك، وترجع تقيم الاصول تاني. لو عملتها النهارده هتكلفني كام بالعمله الصعبه؟ يبقى انا كده النهارده في معدل نمو هايل وناتج محلي هايل. هي دي الاسلوب اللي احنا بنتكلم عليه، اخفض الجنيه، اسدد الفواتير، اعمل عمليه اعاده تقييم الاصول، يبقى معدل النمو في ناتج محلي. يا جماعه بالراحه بقى، الشعب تعب والله العظيم، الشعب تعب. بقول لكم ارحمونا شويه. انا بسال السيد او الاستاذ دكتور فخري رفيقي وهو خبير اقتصادي في الصندوق قبل كده وعضو برلمان في لجنه الموازنه او اللجنه الاقتصاديه، عايز اقول له حاجه بسيطه جدا يا دكتورنا الفاضل. البرلمان فين من اتفاقيه قرض الصندوق؟ انتوا لغايه دلوقتي خدنا قرض واتفقنا مع الصندوق وماشيين في خطه اصلاح وعمالين بنخرب او بنبيع بعض الاصول، البرلمان فين؟ طيب بتقولي موازنه ايه؟ نقلي سؤالك الى دكتور فخري حتى يمكنه الرد على هذا التساؤل ويمكنه ايضا الرد على ما قلته قبل قليل. دكتور فخري، هذا ما يقوله دكتور وائل النحاس ويستدعي منك بالتاكيد التوضيح. تحياتي للاخ العزيز وائل النحاس. بقول له هدي من روعك لانه برضه احنا كلنا في قارب واحد، وبالتالي الازمه الروسيه الاوكرانيه هي ازمه عالميه اثرت على الدول المتقدمه والدول الصاعده والناميه والفقيره، كل حسب الحاله بتاعته. طبعا بنقول ان لا شك ان احنا بنواجه تداعيات كبيره جدا، على الرغم ان الاسعار القمح واسعار البترول العالميه بدات تهدى، لكن خرج من عندنا نتيجة هذه الأزمة هو الأموال الساخنة التي خرجت، يعني أتت لمصر منذ أيام الدكتور فاروق العودة لكن كانت المعالجة مختلفة، لكن خلال هذه الفترة خرجت في أزمة الأسواق الناشئة سنة 18 وعادت مرة ثانية عندما استقرت الأمور العالمية، ثم خرجت في أزمة كورونا نتيجة الإغلاق، ثم عادت مرة ثانية عندما أدرنا أزمة كورونا بشكل مرضي في هذه الحالة، ثم أتت الأزمة الروسية الأوكرانية. كلها تداعيات تأتي إلينا من لو نظرنا إلى خريطة الدول العربية يا فندم هنجد أنه الدول الوحيدة اللي هي يعني مستقرة هي دول الخليج، لديها من الفوائد البترولية وخلافها، لكن انظري لباقي الدول العربية يا فندم. مصر الدولة العربية التي يعني خرجت من ثورات الربيع العربي خلال العشر سنين الماضية استطاعت أن تدير الملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بشكل يعني بنجد انه زي ما اشرت ان معدلات النمو الحقيقيه ما زالت موجبه وتبلغ ومتوقع ليها، نقول لو خدنا متوسط العشر سنين لا تقل عن 4 الى 4.5%،
موجب في هذه الحالة. بنجد أنه معدلات مرة تانية البطالة، العجز في الموازنة، كلها مؤشرات يعني مطمئنة في هذا. هو الحاجة الوحيدة اللي هي حدثت نتيجة أزمة روسيا وأوكرانيا في هذه الحالة هي ندرة الدولار نتيجة خروج الأموال الساخنة. قد يعني نقدر نقول للأخ يعني العزيز وائل النحاس أنه معالجة الأموال الساخنة لم تكن بالشكل اللي هو مرضي، لذلك بتوضع سياسة النهاردة بالإضافة للإصلاحات الهيكلية في هذا البرنامج في جرعة هيكلية للإصلاح عميقة واسعة النطاق، لأن القطاع الخاص نعم وضحت الفكرة يقود عملية دكتور فخري الفقي. وضحت الفكرة دكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب ومستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي. شكرا جزيلا السابق، شكرا جزيلا دكتور فخري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وشكرا جزيلا كذلك إلى ضيفي دكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. وشكرا جزيلا كذلك إلى ضيفي مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر إنترنت من ميتشيغان. لكم جميعا جزيل الشكر. مشاهدينا المساء مستمر، وبعد الفاصل باقي فقرتنا وفيها: بعد ضجة عالمية هارفارد تتراجع عن قرارها بشأن عدم زمالة مدير هيومن رايتس ووتش السابق بسبب انتقاده لإسرائيل.